أهلا بكم في فيديو جديد. أنا ندى من قناة نيكيوتي، واليوم إن شاء الله الفيديو حيكون عن طريقة الشراء من موقع أمازون. وأنا منزل الفيديو هذا مخصوص لأني قاعد أشير لينكس للمنتجات اللي أنا قاعد أنزلها في فيديوهاتي، فهي معظمها يعني من موقع أمازون، لأنه موقع يعني مضمون، المنتجات فيه المضمونة، عشان كده أنا قاعد أشير اللينكس بتاعت المنتجات من أمازون. فأنا اليوم حوريكم الفيديو عن كيفية الشراء من أمازون. جدا الشراء من أمازون سهل، بس بنحتاج أن يكون عندنا تقريبا 3 أشياء. لو عملناها حنقدر إن شاء الله نشتري من أمازون بكل سهولة. أول حاجة سنشتري من أمازون لازم يكون عندنا بريد أو صندوق أمريكي. أول حاجة بنحتاج أن يكون عندنا صندوق بريد أمريكي، تمام؟ ثاني حاجة لازم يكون عندنا إيميل إلكتروني، وثالث حاجة لازم يكون عندنا فيزا ماستر كارد عشان نقدر نسجل في موقع أمازون، نقدر ندخل على صفحتنا ونتسوق بسهولة من أمازون. طيب، أول حاجة صندوق البريد الأمريكي هي عبارة عن فكرة عملتها كذا شركات شحن، إنه بيفتحوا لك صندوق في أمريكا بحيث إنه الطلبات من أمازون تمشي على صندوقك هناك في أمريكا، وبعدين بياخدوها وبيشحنوها لك في المكان أو المنطقة اللي أنتوا بتكونوا فيها. عندنا شركات الشحن اللي بتوفر خدمة إن هي تفتح صندوق أمريكي، دحين هي 3 شركات مشهورة، بس دايما بتنزل شركات وتطلع لها إعلانات. عندنا شركة أرامكس، عندنا شركة البريد السعودي اللي هي واصل العالمي، وعندنا myusa.com. أنا اليوم هتكلم وهشرح عن واصل العالمي البريد السعودي، اللي هو أنا فاتحة عن طريقه صندوق بريد أمريكي، لأنه صراحة سهل ورسوم الشحن بتاعته جدا ما هي مكلفة، وما بيحتاج اشتراك شهري ولا سنوي، بس اللي هو إن يكون عندكم بريد أو عنوان وطني في البريد السعودي. طيب، عشان نعمل واصل عالمي نحتاج إنه نحنا ندخل هنا على جوجل، نكتب في البحث حق جوجل البريد السعودي أو واصل عالمي. كده فتح معايا البريد السعودي الصفحة الرئيسية. شايفين لما تفتح معاكم صفحة البريد السعودي بتلاقوا بيكون فيه عروضات على الشحن، بيكون عندهم هنا لينك بتاع واصل عالمي. بدخل على واصل عالمي، بس عشان يكون عندكم واصل عالمي لازم زي ما قلت يكون عندكم بريد أو عنوان وطني أو بريد أو عنوان في البريد السعودي، فبتعملوا تسجيل جديد لواصل، بياخدكم على طول إنكم تسجلوا في العنوان الوطني، بتنزلوا تحت تختاروا على موافقة على الشروط وتدخلوا في تسجيل الأفراد. بتعبوا فتح البريد جدا سهل، بتعبوا معلومات الموقع اللي انتوا فيه، وبالخريطة بتنزل المعلومات تماما، بس تختاروا موقعكم من الخريطة، بعدين بتسجلوا معلوماتكم الشخصية من الاسم، من الهوية، من العمر، والمعلومات عن المنزل. بس جدا سهل، تعبوا البيانات جدا واضحة وسهلة، وبعدين تضغطوا على التالي، تسجلوا رقم التليفون ويبعتوا لكم رسالة بعد تفعيل البريد على الجوال بتاعكم بالرمز البريدي بتاعكم. بعدين بنرجع ندخل في واصل العالمي، بندخل على المسجلين في العنوان الرئيسي، بياخدنا على صفحة بريدي أونلاين. برضو لازم تعملوا تسجلوا حساب في بريدي أونلاين. أنا هنا دخلت لأنه أساسا مسجلة، بس في تحت إذا يعني تسجيل جديد تدخلوا وتسجلوا، بعدين بعطيكم عنوانكم هو عنوانين اللي هو واصل العالمي والعنوان الوطني أو العنوان في الدولة المحلية. بدخل على التفاصيل، بخش على تفاصيل واصل عالمي،
بيكون في صفحة فيها رقم التسديد حق حساب، الصفحة الرئيسية، الشحنات، الشحنات المستلمة، الشحنات اللي لسه مستلمة، الرصيد وكذا. خلاص كذا حيكون بقى عندي، خلاص أول ما أعمل سجل في واصل عالمي بيكون بقى عندي بريد أو صندوق بريد أمريكي. من هذه الشحنات لو حابين تتبعوها كلها في صفحة واصل عالمي. ثاني حاجة عشان نتمكن ان احنا نفتح حساب في امازون لازم يكون عندنا ايميل او بريد الكتروني، واسهل ايميل ممكن نتعامل انا هشرح لكم دلحين كيف تعملوا ايميل في الهوت ميل لانه اسهل واحد وخطواته ما معقدة، بس ممكن تعملوا في الجيميل او اي ايميل، او اذا عندكم ايميل خلاص بس حطوا ايميلكم اللي انتوا اساسا قاعدين تستخدموه. هشرح لكم هنا كيف نعمل ايميل في الهوت ميل. طبعا تدخلوا على متصفح جوجل وتكتبوا هوت ميل وتنزلوا هنا على انشاء حساب جديد، تدخلوا على جوجل متصفح جوجل تكتبوا هوت ميل ياخذكم على الصفحه اللي انا كنت فيها. ندخل على انشاء حساب جديد، نكتب الاسم اللي احنا هنبغاه، انا هنا هكتب اسم يونيكيوتي اسم القناة، بعدين اختار كلمة المرور او كلمة السر، اختار هنا هعبي اكتب الاسم والاسم الاخير، بعدين هعبي البيانات اللي هي المكان، مكان المنطقة اللي أنا فيها، وكمان الشهر تاريخ الميلاد، كده خلاص بقى عندي بريد إلكتروني. فالهوت ميل جدا سهل، خطواته جدا سهلة ما هي معقدة، بس انتو ما شرط انكم تعملوا بريد اذا انتو اساسا عندكم ايميل. طبعا بيتحقق من الاكاونت من هو بيرسل الكلمة، انا بكون بكتب الكلمة اللي هي مرسل على البريد يعني مرسل لي. آخر حاجة لازم يكون عندي بطاقة تسوق أونلاين أو ماستر كارد أو فيزا كارد، أو يعني لازم الشراء عن طريق أمازون بيتم عن طريق الفيزا فقط، ما عندهم اللي هو دفع عند الاستلام. لازم يكون عندي فيزا تسوق أونلاين أو ماستر كارد أو أمريكان إكسبريس، أي نوع من أنواع فيزا التسوق أونلاين هنضيفها في الموقع وهنتسوق بها.
كذا نقدر نتبقينا جاهزين عشان نتسوق ونشتري على أمازون ونعمل حساب في أمازون. طبعا عشان نشتري من أمازون لازم يكون عندنا حساب في أمازون. ندخل على متصفح جوجل وبنكتب أمازون وبندخل في موقع أمازون. لازم تتأكدوا إنه الرابط مكتوب عليه amazon.com، يعني ما تدخل في الروابط التانية. هذا أمازون، صفحة أمازون، بتدخلوا هنا. هذه ساين إن لو أنتوا أساسا مشتركين، أو تعملوا إنكم ساين أب. هنضغطين على ساين أب. هتكتبوا الاسم أول حاجة، بعدين هتسجلوا الإيميل اللي عملناه، وهتختاروا كلمة سر خاصة بموقع أمازون أو نفس الكلمة السر اللي اخترتوها في الإيميل، المهم كلمة سر عشان تعملوا بيها أكاونت. كتبت الاسم وسجلت الإيميل اللي أنا عملته وإيميلكم اللي أنتوا عاملينه، وتدخلوا كلمة المرور وتضغطوا على Create Your Amazon Account، وكذا بدينا خلاص على طول بتفتح تفتح عندي صفحة أمازون بالحساب اللي أنا عملته. هذه هي الصفحة، تمام. بطلع هنا على الجهة اليمين في الأكاونت حقي، بدخل على Your Account. إيش هنسوي؟ هنجهز أمازون بثلاث بحاجتين. هنسجل المعلومات الدفع اللي هي Payment Option، وهنسجل العنوان بتاعنا. هنا عندي هذا الموقع المرسوم عليه الموقع اللي هو الأدرس، هنا Add Your Address. هنضغط عليه وهنسجل الصندوق البريد الأمريكي اللي نحن عملناه. هتكتب الكانتري والستريت وكل المعلومات اللي أساسا هي موجودة عندنا في واصل العالمي، هنعبيها هنا وكده نعمل إضافة. وكده أضفنا البريد حقنا، كده هيكون كده أضفنا البريد الأمريكي اللي نحن أساسا عملناه في واصل. ضيف كل المعلومات، نعمل إضافة آخر حاجة، إضافة العنوان هنا الرمز البريدي، وآخر حاجة التليفون. تكتبوا تليفونكم برمز المنطقة اللي أنتوا فيها. كده خلاص بيكون أضفت العنوان وأضفت طريقة الدفع. كده أنا بكون جاهزة إني على طول أدخل في أي لينك وأسجل عادي أو أدفع عادي على طول، وتوصل لي المنتج من أمازون. طبعا بتحسب المنتج عن طريق بتوزن في وصل العالمي، بعد ما يوصل هناك بيوزنوا في وصل العالمي وبرسلوا لك التكلفة إن وزن الحاجات كده، وبتدفع الرسوم وبتترسل في المنطقة اللي انت فيها. أنا عموما بتكلم عن السعودية، بس في نفس الخدمة في أرامكس أو myus.com. مثلا حابين تشتروا حاجة من الفيديوهات، تدخلوا على ملكيوتي صفحتي وتدخلوا مثلا حابين تشتروا منتج في الفيديو ده، مثلا هنختار مثلا اي منتج من الفيديو او اي منتج انتوا عايزين تشتروه. مثلا هنا اخترنا غسول الوجه، اول ما تضغطوا على اللينك اللي انا منزلها على طول بيدخلكم على صفحتكم اللي اساسا انتوا عملتوها في امازون. بس تنزل الصفحة، أيوة أهو كده تمام. بعدين هيكون هيظهر دالحين في الجهة اليسار طريقة الدفع، يا إما إذا أنتم مسجلين العنوان وطريقة الدفع الفيزا بيجيكم هنا باي باي وان كليك، يعني ادفع يعني خلص عملية الدفع كلها بضغطة واحدة. لو أنتم أساسا ما مسجلين العنوان أو مثلا مسجلين العنوان وما مسجلين البيمنت، هتعملوا للمنتج إضافة في ستلة Add to Cart، بعدين هتعملوا Continue البيمنت كل الخطوات، هيدخلكم الأدرس ويدخلكم البيمنت، بعدين هتعملوا تعبوا كل البيانات وبعدين استلموا شحنتكم بإذن الله. أتمنى إن الفيديو يكون مفيد، أتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب على القناة،
وأتمنى إذا ما كنتوا شفتوا الفيديوهات اللي فاتت تضغطوا عليها وتتفرجوا عليها، ممتازة ممتعة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. أنا ندى من نوني كيوتي، في أمان الله.